أنت أو أنت. محظوظين لكم بجهد معنا الحلقة 9 من إعداد دراسة جدوى لمشروعك الخاص أو لفكرتك اللي بتراودك منذ زمن بعيد. وخليني أحكي لك أنه اليوم هذه طبعا السلسلة نسجت عن أنه كثير من الأشخاص دائما بيراسلوني وبيحكوا لي أنا يا أستاذ يوسف عاوز دراسة جدوى، عاوز مثلا خطة عمل، عاوز أنا بزنس موديل لفكرتي أو لمشروعي. وخليني أحكي لك أنه اليوم هذه السلسلة إن شاء الله بتأهلك وبتخليك قادر على أنه أنت تعد دراسة جدوى خاصة بفكرتك في 90 دقيقة. يعني الأمر لن يتطلب منك إلا ساعة ونصف من وقتك. يعني اعتبر نفسك أنت بتجلس على السوشيال ميديا أو على برنامج أو على مسلسل يا أخي من البرامج اللي أنت بتابعها على هذا التلفاز. خليك تستفيد من الساعة ونص أنه أنت تصبح قادر على دراسة جدوى رائعة وتقدمها للصناديق الاستثمارية والشركات التأجير التمويلي اللي ممكن تساهم في تمويل مشروعك. عشانك بحكي لك ما تضيع هذه الفرصة وتابع هذه السلسلة من الحلقة الأولى وحتى الحلقة التاسعة اللي هي حلقة هذا اليوم. لكن بحكي لك يعني ما تنسى تشترك في هذه القناة وتعجب بهذه الفيديو وهذه السلسلة وتشارك هذه السلسلة لغيرك من الأصدقاء المهتمين في هذا المجال. وخلينا نشوفك بعد هذا الفاصل كمشترك معنا في عائلة 10 minutes. اهلا وسهلا بكم من جديد. بتمنى الان تكون انت مشترك فاعل في قناتي ومن عائلة 10 minutes وبتشرف فيك في هذه القناة. ان شاء الله تكون انت محول الزر الاحمر الى الابيض وتكون مشترك فاعل ورائع باذن الله تعالى وتعمل اعجاب لهذا الفيديو. وخليني ابدا معاك الحلقة التاسعة والاخيرة من كورس اعداد دراسة جدوى لمشروعك الخاص في 90 دقيقة. طبعا احنا اعزائي المشاهدين يعني استعرضنا بوصلة نموذج الاعمال الخاصة بمشروعك بفكرتك او نموذج العمل التجاري او البزنس موديل، يعني له مسمات متعددة، ولكن هذا الاسم يعني موجود لدينا واحنا شرحنا الان في دراسة هذه الجدوى. بتقدر يعني تستعين حضرتك بهذا الجدول ويكون لك ايضا بزنس موديل لفكرتك او لمشروعك. وخليك الان معي لنستعرض ونستكمل بعض الحلقة التاسعة. زي ما انت شايف نموذج مبدئي للمشروع كان ان طبعا الفكرة هي عبارة عن يعني مشروع ديسكاونت للخدمات التسويقية. احنا عملنا طبعا بروتوتايب لهذا المشروع، كان عندنا صفحة على الفيسبوك وتضم اكثر من 2000 معجب، ايضا البروشور التعريفي قمنا بعمل ايضا بروشور تعريفي رؤية ورسالة والفئة المستهدفة والخدمات المقدمة، وعناوين زي ما انتم ملاحظين جوال مثلا، مدونة، جيميل، صفحة فيسبوك، ايضا هناك كان يعني بزنس كارد لنا، ايضا بطاقات تعريفيه للستاف الخاص بنا، ايضا شعار المشروع او اللوجو الخاص بهذه الفكره زي ما انتم ملاحظين ديسكاونت فور يو، بالاضافه ايضا لبطاقه الخصم اللي احنا عملنا على اعداده زي ما انتم ملاحظين بطاقه الخصم الخاصه بالمشروع اللي كانت ايضا تباع يعني بقيمه خلينا نقول رمزيه، ايضا تعتبر ايراد يعني لهذا المشروع، بالاضافه لبعض التصميمات الخاصه بفريق يعني ديسكاونت زي ما تشوفين يعني مطعم للحلويات، ثم ايضا مركز للتدريب، زي ما انتم ملاحظين ايضا مطعم للاسماك، هناك ايضا تصميم للخصومات، وزي ما انتم ملاحظين يعني موجود عليها شعاراتنا، هذه ايضا مؤسسة للكمبيوتر كان هناك ايضا تقدم خصومات من خلال ديسكاونت، ايضا بعض الشاليهات وبعض يعني صالات الافراح ايضا تعاوننا معها، بالاضافه الى مركز تدريب ايضا. هذه كلها اعزائي المشاهدين يعني انت لازم تكون حريص انه انت تقدمها في البروتوتايب او في نموذج دراسة العمل او في حتى البزنس بلان، لازم تقدم هذه البنود لانه هي بتكون هي سبورت لإلك. يعني الصندوق الاستثماري او الشركه اللي بدها تمولك صديق لما تجد هناك بروتوتايب او نموذج مبدئي انت شغال عليه، هذا بيعطيك ادفانتج انها تمولك صديقي العزيز يعني بقوه وتدعمك ايضا. ليش؟ لانه حتجد لك يعني ارض او بيسمنت او يعني ارض صلبه انت انطلقت منها، فبالتالي هي بتساعدك على انت تتوسع. ولكن لما انت تجد الصندوق الاستثماري يعني يجدك بدون دراسه جدوى، بدون اي بروتوتايب او نموذج مبدئي لمشروعك، ممكن هذا يسبب تراجع في اللي هو موضوع انه يمولك هذا الصندوق الاستثماري، بالتالي ممكن تكون فرصه التمويل الخاصه بك يعني ضعيفه جدا ومرفوضه ولا تقبل فكرتك. عشان هيك بنقول لك كن حريصا على انه انت تعمل بروتوتايب لو بهذا الشكل المبسط. وصلنا معك عزيزي المشاهد للنقطة الثانية من الحلقة التاسعة والحلقة الأخيرة من إعداد دراسة جدوى لمشروعك الخاص في 90 دقيقة. وبحكي لك أنه إحنا تناولنا في هذه السلسلة العديد من الأفكار اللي أنا حشرحها بشكل سريع حتى أنه إحنا نشجعك على أنه أنت تعيد مشاهدة هذه الحلقات. بداية إحنا استعرضنا بعض الأفكار اللي بدك تناقش. ليش أنت لازم تعمل دراسة جدوى؟ ليش لازم أنه الصندوق الاستثماري يعرف أنه فكرة مشروعك مربحة أم لا؟ لماذا المشروع الاستثماري حيقوم بتمويلك؟ ولماذا الكثير من المشاريع بتفشل بعد سنوات؟
بإجابة بسيطة ومختصرة، لأنه ما في كان دراسة جدوى أو بروتوتايب لمشروعك أو خطة عمل لهذا المشروع. وخلينا أذكر أيضا ببعض التساؤلات اللي احنا ناقشناها في هذه السلسلة، أنه لماذا يعني تفشل الكثير من المشاريع، وليش احنا لازم نكون عارفين هل مشروعنا مربح أم خاسر، لماذا يجب علينا معرفة ما هو العائد على الاستثمار، وليش أنا لازم أتحقق وأعرف ما هي أهداف مشروعي. هذا ستجد أيضا إجابته في دراسة الجدوى. وخلينا أحكي لك إحنا ليش إحنا وما هي وما الفوائد اللي حنجنيها من إعداد دراسة جدوى. أول شيء إحنا حكينا إنه بتكون عامل استثمار لك صديقي العزيز، وأيضا بتشجع المستثمر إنه حيستثمر معك، لأنه حيكون هناك دراسة جدوى أيضا تعطي البيانات المطلوبة، مثل يعني ما هي دراسة جدوى التنفيذية، دراسة جدوى الاقتصادية، ما هي الدراسة المالية، أيضا ما هي دراسة الجدوى الفنية، حيكون متعرف على كل حيثيات وتفاصيل مشروعك من خلال دراسة الجدوى. أيضا حيكون عارف العائد على الاستثمار. أيضا حتكون دراسة الجدوى هي قاعدة انطلاق لعمل خطة عمل أيضا لمشروعك. وخليني أحكي لك أنه أيضا إحنا تطرقنا في هذه الدراسة في هذه السلسلة إلى أنواع دراسات الجدوى بكافة أنواعها. يعني ليش أنا لازم أعمل مثلا دراسة الجدوى التسويقية، الفنية، المالية، الجدوى التنفيذية، وهذه كلها أيضا تحدثنا عنها في دراسة الجدوى في المثال العمل اللي احنا أرفقناه. وزي ما بحكي هنا يعني هذه طبعا كانت واجهة لدراسة الجدوى اللي احنا قدمناها لحاضنة الأعمال، وكانت هي من إعدادي الخاص، هذا طبعا في العام 2015. وهنا طبعا زي ما انتم ملاحظين بيانات المشروع، تعرضنا أيضا للدراسة الفنية، طبعا هي عبارة عن شكل جدول أيضا، ثم الدراسة المالية والدراسة الفنية والدراسة التسويقية استعرضناها، وأيضا المؤشرات الربحية لهذه الفكرة والتكاليف الجارية العام 2015 و2016. هذا كله طبعا استعرضناه في هذه السلسلة، بالإضافة إلى بوصلة نموذج الأعمال ختمنا بها، والنموذج المبدئي لهذا المشروع استعرضناه اليوم في الحلقة التاسعة. بتمنى تكون هذه السلسلة رائعة مفيدة وتضيف لك قيمة بإذن الله تعالى. ساعة ونص مش حتكفك شيء من وقتك، أعتبرها أنت جالس على السوشيال ميديا، هتستفيد والله بشكل كبير، وهتفتح لك آفاق رائعة أنه أنت تنهض بنفسك وتبدأ اليوم فكرة مشروعك الخاص وتجدول لها دراسة فنية. أنا بشجعك يعني أنه أنت تبدأ هذا الكلام وهذا المشروع، وإن شاء الله ربنا يوفقك بإذن الله تعالى. وهيك أنا أعزائي المشاهدين وصلت لنهاية حلقتي، الحلقة التاسعة من كورس إعداد دراسة جدوى لمشروع الخاص في 90 دقيقة. بتأمل تكون هذه السلسلة عجبتك بإذن الله تعالى. لو أنا أضفت لك قيمة نوعية ورائعة، بتأمل أنه تشارك هذه السلسلة لغيرك من الناس وللمهتمين والباحثين عن تمويل لمشاريعهم وأفكارهم. إن شاء الله هذا تضيف لك قيمة رائعة وتفتح الآفاق لديك، فإنه أنت اليوم تبدأ مشروعك الخاص، وضروري أنه أنت تبدأ اليوم بزنس خاص، حتى لو كانت لك وظيفة صديقي العزيز، لازم تبدأ اليوم دخل جانبي بالإضافة لوظيفتك اللي أنت أيضا شغال فيها الآن. وخليني أحكي لك أنه بشرة صار إن شاء الله حيكون عندي على موقعي الخاص بـ 10 minutes، يعني كتاب أو كورس رقمي، هو عبارة عن كيف تعد دراسة جدوى لمشروعك، يعني بتفاصيل كثيرة ومعمقة وحيثيات رائعة وبشكل بسيط، وعبارة عن أسئلة وإجابات بإذن الله تعالى. حيفيدك هذا الكورس الرقمي، حاول على أنه أنت تكون حريص على اقتناءه بإذن الله تعالى. الشهر القادم حيكون مرفوع على قناتي، طبعا قيمته $1.50 يا جماعة، هذا طبعا قيمة رمزية، أنا ما في ربح من وراها، بس هي تكلفة تشغيلية فقط يعني لا غير. هذا سعر رمزي جدا لعائلة 10 minutes، إن شاء الله تستفيدوا من هذا الكورس الرقمي بإذن الله، حيكون طبعا مرفوع على قناتي نهاية الشهر القادم. خلينا نشوفكم في سلسلة أخرى وفي ميزات أخرى بإذن الله تعالى، من الميزات اللي احنا دائما بنحرص على أنه نقدمها لجمهور عائلة 10 minutes. خلينا نشوفكم في السلسلة الأخرى جدا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.